خلونا نروح لخبر تاني سريعا. في مؤشرات بعض مؤشرات الجديدة كده لأداء الاقتصاد. الحقيقة الرئيس امبارح اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي، يعني وهو طبعا وزير الإسكان وما زال قائما بأعمال مجلس الوزراء، واحنا امبارح بالفعل سألنا ان شاء الله بإذن الله، ربما يعني الأخبار بتشير انه ان شاء الله قريبا يعني ربما الأسبوع القادم بإذن الله يعود المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ان شاء الله يعود إلى مكتبه، وهو طبعا عاد لمصر منذ أيام احنا عارفين ده، وان شاء الله ربما يعني الأسبوع القادم يمكن او خلال يعني أيام يعود إلى مكتبه ويبدأ في مباشرة عمله، ونقول له الحمد لله على السلامة ونتمنى له يا رب إن شاء الله كل الصحة والصحة والتوفيق. امبارح الرئيس اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي وهو مازال قائما بأعمال رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان طبعا، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط. الدكتورة هالة السعيد استعرضت مؤشرات الأداء الاقتصادي اللي حابة بس أقولها لحضراتكم إيه لمن مهتم أن يتابع الأخبار. استعرضت مؤشرات الأداء الاقتصادي في الربع الأول من العام المالي 2017-2018، أكدت أنه في عندنا نمو في العديد من القطاعات الاقتصادية، خصوصا إيه بقى عشان الناس برضو اللي بتسأل إيه أكتر المشروعات أو المجالات اللي فيها بعض معدلات النمو أو اللي تسببت في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الكلي. بنتكلم على مجالات التشييد والبناء، بنتكلم على الصناعات التحويلية، بنتكلم على استخراج الغاز والبترول، دي أكتر يمكن المجالات اللي فيها أو اللي تسببت في نمو اقتصادي، وإنه ده ساهم طبعا في تحقيق هذا المعدل، معدل النمو الاقتصادي. احنا بنتكلم على 5.2% معدل النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام المالي الحالي، مقابل بقى إيه، أنت دايما أي مؤشر لازم تاخد بمقارنة بنفس الفترة الزمنية من العام السابق فتعرف انت احسن ولا اقل ولا زي ما انت، مقابل 3.4% في نفس الربع المقارن به في العام الماضي. يبقى احنا بنتكلم على معدل نمو اقتصادي 5.2% مقابل في نفس الفتره الزمنيه العام الماضي 3.4%. احنا طبعا بنتكلم بس المهم كمان جدا في التصريحات اللي قالتها الدكتوره هاله السعيد انه الطفره دي او الزياده في معدل النمو ده بيعد افضل معدل منذ عام 2012. اكدت كمان انه قرارات الاصلاح الاقتصادي ساهمت في زياده معدلات الصادرات طبعا، وخفضنا الواردات وحسنا في ميزان المدفوعات وانخفاض معدلات التضخم، ومشروعات القوميه الكبرى اللي بتنفذها الدوله ساعدت كذلك في نمو الاستثمارات الكليه المنفذه. عندي خبرين تانيين بسرعه كده.